على الصفاية هنا، بعدين نشوف باقي الخطوات. هنا عندي موية حارة، طبعا ما حطيت فيها لا خل ولا شيء، بسوي فيها كذا شوي وبنزل البيضة. أول ما نزل البيضة بالمغرفة راح أسوي عليها كذا بالأطراف. الحين راح أشيلها من الموية وأحطها على مناديل تجفيف أو ورق. مدة الطبخ طبعا اللي أنتم تبونها، أنا يعني أحب كذا تقريبا 3 دقايق ونص، تبونها مستوية تماما ممكن 6 دقايق أو 7 دقايق.